ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل صينيه لطيفه كده بكور بطاطس مسلوقه، لكن ليها يعني هنحط اللحمه او للفراخ او اي حاجه حضرتك عايزين تستخدموها، حتى ممكن تبقى مشروم، ممكن تبقى نباتيه بس من غير لحوم خالص، ما فيش اي مشكله، لكن هنضيف معها شويه حاجات لطيفه ان شاء الله تعجب حضراتكم. هنعمل دلوقتي صينيه بكرات البطاطس باللحمه المفرومه. عندي بطاطس مسلوقة أو مهروسة، عندي جبنة موتزاريلا، وعندي ملح وفلفل، وطبعا اللحمة المفرومة، وبصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل ألوان مكعبات، فلفل رومي أخضر، وجزر مبشور. لو عندنا بقى أي حاجة من البقوليات اللي احنا بنحبها زي حمص الشام مسلوق، أو فاصوليا حمراء، أو ذرة حلوة، أو أي حاجة من حضراتكم تحبوا تحطوها مفيش مشكلة، مع زيت وبهارات، كركم وكمون ومكعب مرق وملح وفلفل. طيب عندي بقى للصوص عندي قشطه، وعندي جبنه كريمي، وعندي جبنه موتزاريلا، وبقدونس دول للوش. طبعا الصوص ده لطيف لانه انا ممكن احط شويه كريمه عليهم، شويه جبنه كريمي كده، فانا بديها بس طعم، بعزز الطعم مع البطاطس اللي هتتحط مع اللحمه، هي في الاخر اساس فيها الحشوه الحلوه دي. تعالوا بقى نقول بسم الله، وهبدا كده هاخد معلقتين من الزيت، هناخد كده اول حاجه البصل بسم الله، ادي الثوم، كده ادي كده، احط الحاجه كده مع بعض، واحط رشة ملح ورشة فلفل، وادي باقي الفلفل الالوان طبعا، الجزر، لو عندنا خضار مشكل زي شهرزاد نحط، لو عايزين بروكلي اوكي، لو عايزين شوية كرومب متقطع شرايح رفيعة جدا ناشي، اللي يريح حضراتكم. نحط بقى هنا اللحمة، ممكن تبقى لحمة عندنا واحنا يعني نفرمها في الكبة شوية. بصوا بقى، الله على روايح ده كده، واحنا بس تشويحة الفلفل اللي طلعت شوية اللحمة صح النوم وبعدين هنحط بقى مكعب المرق، وبعدين شوية ايه البهارات الحلوة دي. تعالوا بقى هنا اهو كده، بسيط يدي طعم حلو، ومكعب خضار براحتكم هنا، وطبعا رشة ملح وفلفل. بصوا كده قرب الملح والفلفل هنا، رشة فلفل، مش هحط بقى ملح تاني خلاص، لان احنا حطيت في الاول، وحطيت كمان مكعب مرق اهو، تبدا بس تدخل كده تاخد اللون، واروح ضايفه الفاصوليا الحمراء والايه والحمص او اي حاجه تانية حضراتكم حابين تضيفوها. تنفع بالفراخ، تنفع تتعمل كلها مثلا بحاجات خضار بس، مشروم، خضار، بروكلي، قرنبيط، كرومب، ونضيف معاه البقوليات هتبقى تجنن برضو. حطيت من التوابل اهو، خليط ده كمان ينفع كده يتحشي بيه جلاش حلو، يعني جلاش حادق، ويتحط عليه ده كحشوه يعني، ويتحط عليه كمان من فوق بيضه مع كوبايه لبن تبقى تجنن. طيب تعالوا بقى كده نقلب تقليبا، نحط دلوقتي بقى الفاصوليا الحمراء وال يا ولاد، وفي سودا، ودي اقواهم واحسنهم واكثرهم فايده، هما بيسالوا بس هو في حاجه اسمها فاصوليا حمراء فيه، تبقى حلوه قوي. طبعا كل لون من دول سبحان الله ليه فوايده، والبيضه برضو جميله. بصوا اهو ادي حشوه كده لطيفه، تعالوا بقى ايه نحط دي كفرشه كده تحت في البايركس بتاعنا
هنا بسم الله. ادي البايركس نفضي بقى هنا كده. بعد ما حطينا التوابل اللطيفه دي نشيل بس الحاجات دي، باقي اخر حاجه رشه بهارات، بهارات لحمه او السبع بهارات اللي يريح حضراتكم، وتنفع توابل الجراما سالا قوي. الهنديه برضو تدي تيست حلو قوي، حشوه جميله جدا الحقيقه. تعالوا بقى الريحه تجنن. هناخد كده من البايركس ده، هنروح بسم الله عند البايركس معانا ام جوزيه حبيبه قلبي. صباح الفل يا روحي. صباح الفل عليك يا جميله، عامله ايه؟ شوف صباح الفل عليك انت يا غاليه، اخبارك ايه؟ ايديك الحمد لله، ربنا يخليكوا يا رب. حبيبتنا ام اسلام فين؟ انا بدات اقلق. لسه هتطمن عليها. انا من طمني اطمني عليها وطمنينا، وقولي لها انها وحشتنا جدا. ماشي يا عمر، ما تسيبيش روحك دايما يا رب. امين يا عمر. امين حبيبتي يخليك. قول يا روحي اتفضلي. لو في حته صدر فرخه يعني بايت مثلا، عايزين نعمل شاورما، ينفع طيب ولا لازم تكون نيه؟ طبعا ينفع. لا طبعا معلش قولي لي الوصفه. عينيا حالا هقول لك. بصي بقى حبيبه قلبي، عينيا اقفلي واسمعيني. بصي ست الكل، انا هاخد بصلايه اقطعها جوانح رفيعه جوليان رفيع وفص ثوم حلو، واعمل لو عندي شرايح فلفل اخضر رومي او فلفل الوان زي ما تحبي. شوحي كل ده مع بعضه في معلقتين زيت كده، وبعدين قطعي الفراخ كده تقطيع حلوه الصدر ده، ونزليهم وادمجيهم مع بعض. اديها بقى، انا بصي عشان بحب الطعم يبقى شويه كده، رشه توابل فراخ، رشه ملح وفلفل، وحطي معلقه كاتشب، ربع معلقه مسترد لو عندك عايزه تحطي لها، وقلبيهم كده مع بعض تقليبه حلوه، واعمليهم بقى زي ما انت عايزه. يعني دي برضو من الوصفات السهله السريعه. تعالوا بقى هنا، هاخد بقى كور البطاطس دي احطها هنا في بوله، حطها كده هنا. طبعا البطاطس دي مسلوقه بالطريقه اللي حضراتكم عارفينها، هديها بس رشه ملح وفلفل بسيطه. في الحاله اللي انتم مش عايزين تبينوا الفلفل الاسود استخدموا فلفل ابيض عادي جدا. ادي البطاطس كده هنا، دي برضو ممكن تتحط كانها طبقات وممكن تتعمل كور كده. متشقيش يا بطه. كده طيب، عايزين بقى نحشي شويه بيها الكور الصغنونه دي، كام كوره صغنونه كده، كام حته موتزاريلا جواها كده. هحط كده اهو كده حاجه صغنونه كده، ونحط شويه من الموتزاريلا اللي موجوده عندنا، ونحشي نقفل الكرة بتاعتنا كده. برضو اهي افكار. انا بقى يا ام جوزيف لو عندي صدر الفرخة اللي باقي ده كنت زماني عملت كشك. عملت كشك المازية وقطعت فيه صدر الفراخ، وايه بقى دناها يعني، بموت في الكشك اللي بالفراخ كده اهو. وينفع تعملي شوية رز ابيض تحطي عليهم الخليط ده، برضو هيبقى حلو قوي صراحة، يعني خليط الفراخ فتبقى وجبة برضو. اهو بصوا كده مجهزة طبعا فرن، يا دوب كل حاجة تقريبا شبه مستوية، بس احنا ايه هنديها بس ايه اللون الاخير اللي من فوق، الجراتان الحلو اللي احنا ايه بندور عليه ده اهو كده كده. ونقفل بقى الايه الحاجة بتاعتنا دي بالشكل حضراتكم شايفينه ده. عاملين وصفات ان شاء الله تعجب حضراتكم، صحيه، حاجات ايه بالشوفان. والنهارده يا رب يبقى معانا وقت نعمل الوصفه اللي معانا دي، عشان برضه هتعجب ناس كتير. هي بدقيق الحمص ما لحقناش نعملها امبارح، فعايزين نعملها مع بعض النهارده. ناخد كده، ينفع بشاميل خفيف برضه، خلينا نقول ان ينفع الوصفه دي بشاميل خفيف نحط فيه الجبنه الكريمي، هيبقى لطيف برضه جدا. يعني ايه في الاخر اللي حضراتكم عايزينه واللي مناسب واللي موجود ومتوفر نعمله. اوكي طيب اهو. وعلى فكره تنفع ببواقي الرز المستوي الابيض،
يعني تنفع نعملها ببواقي الرز الابيض المستوي، نحشي الرز كده نخليه كده استكي شويه، سخنه على البخار في مصفى او حاجه وتحته حله فيها ميه، وبعدين بروح عامله يعني اكوره في ايدي كده واحشيه برده بالموتزاريلا، وبتبقى من الوصفات الحلوه جدا برده. اخر كوره اهي، وايه ونقفل كده ايه ونحطها هنا كده. اوكي تعالوا بقى نعمل الصوص ده، حط بس رشه بقدونس كده هنا خفيفه، وبعدين نحط تاني في الوش. ناخد بقى على النار كده حاجه خفيفه. تعالوا بقى ناخد ايه الطاسه كده اهي، هناخد الجبنه الكريمي و القشطه، خليني اخد سباتيولا كده، القشطه علب او اللي موجود عندنا او جبنه الكريمي معاها براحه حضراتكم، يا دوب تدفى بس انا عايزاها تبقى ساحب بس، يعني القوام ده يتحل شويه خفيف كده. خلاص كده اهو، رشه فلفل، رشه ملح خفيفه، واحط فيها رشة بقدونس، وهحط فيها شوية من الجبنة اهو، وهنسيب شوية للوش. بصوا اهو نغطيها بقى تغطية كده في السريع، وتبقى برضو صنف من الاصناف اللطيفة جدا. تعالوا بقى نضيفها على الخليط بتاعنا، نروح نضيفها على الخليط. وبعدين هنعمل كده، هناخد بقى شوية من الموتزاريلا كده ورشة بقدونس خفيفة، وندخلها بقى ايه الفرن، حرارة 180 عادية جدا زي ما بنعمل اي حاجة يعني عادية، خبز كيك او اي حاجة. بسم الله، خليني اشوف هنا بس شغال فوق، لا مش شغال، تمام هنحطه بقى هنا. بسم الله، ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي دخلنا الصينيه اللي عملناها من كرات البطاطس، حشيناها بالموتزاريلا، عملنا الحشوه الحلوه اللي كانت باللحمه والخضروات الحلوه والبقوليات اللي احنا عملناها، وزي ما قلنا تنفع في اكتر من حاجه، شرط بس في الطبق ده. عملنا نقول بقى احنا النهارده عملنا ايه، وان شاء الله اوعدكم نعمل الحلقات اللي اتفقنا عليها، في حلقات مميزه جدا انتظروها ان شاء الله في الاسابيع اللي جايه باذن الله، ارجو انها تنال اعجاب حضراتكم. عملنا النهارده التلبينه النبويه، وعملنا بسكوت دقيق الحمص بالتمر، خليني الاول ادخله، وعملنا صينيه كرات البطاطس باللحمه المفرومه، وتوليفه كده جميله بين البقوليات واللحمه المعصجه بتاعتنا الطبيعيه، بس اديناها كده ايه منكهات لطيفه.